السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح دلوقتي عمل البارة في مديول الريبرودكتيف. أول حاجة نبدأ بيها بسم الله إن البارازايتس في المديول ده بتنقسم لنوعين، يا إما سيكشوالي ترانسميتد بارازايتس يا إما كونجينيتالي ترانسميتد بارازايتس. السيكشوالي ترانسميتد بارازايتس هناخد منها في العملي التراكومونس فاجينالس والساركوبتس كابياي والسايرس بيوبس. أما الكونجينيتالي ترانسميتد بارازايتس من أمثلتها يعني التوكسوبلازما والتريبانوسوما كروزي والبلازموديوم مالاري، لكن هناخد في السكشن دلوقتي التوكسوبلازما جوندياي بس. بسم الله نبدأ توكسوبلازما جوندياي. بس قبل ما ابدا بيها حابه انوه يعني ان الدكتوره اكدت اكتر من مره، حوالي 3 4 مرات يعني، ان الجينس والسبيشيس والستيج بتاعه البارازايت اللي قدامنا مهمين جدا وممكن ينقصونا على ان احنا نسينا حاجه منهم. يعني مثلا ان هو مثلا يعني هنشرح على بعدها ان مثلا دي اسمها توكسوبلازما جوندياي تاكيزويت. التوكسوبلازما ديت هي الجينس وجوندياي ده السبيشيس وتاكيزويت ده الستيج بتاعت البارازايت. فيعني مهم جدا نبقى عارفين ان اول ما نشوف صوره نكتب توكسوبلازما، يعني نكتب اين يكون يعني البارازايت قدامنا، بس المهم نكتب ايه الجينس السبيشيس والستيج اللي قدامنا. تمام، فنبدأ. اول حاجه التوكسوبلازما ديت هي البارازايت اللي بيعمل التوكسوبلازموزيس اللي هو داء القطط. فعندنا المرض يعني بيبدأ من اول ما الانسان بيحصل له انفكشن بالانجيشن بتاع الفود اللي حصل له كونتامينيشن بالفيسز بتاعت الكات. ليه بقى بيحصل يعني انفكشن؟ لان الفيسز بتبقى موجود فيها الاوسيست. الاوسيست اللي تبقى جواها دي بيبقى جواها سبوروسيست، تو سبوروسيست يعني، وكل سبوروسيست بيبقى جواه حاجه اسمها سبوروزويتس. السبوروزويتس دي واس ان هي ريليزد في البلاد بتاع البني ادم بتتحول ل تروفوزويتس. التروفوزويتس بقى بتبقى نوعين، يا اما تكون تاكيزويتس، يعني تاكيزويتس دي بتنقسم بسرعه، يا اما ان هي تكون براديزويتس بتنقسم ببطء. اللوسيست والتاكيزويتس والبراديزويتس هما اللي هناخدهم في السكشن النهارده. فنبدا بسم الله. اول حاجه هتكون التوكسوبلازما جوندياي تاكيزويتس اللي هي بتنقسم بسرعه. الاول المورفولوجي بتاعها هناخد بس المورفولوجي في سلايد تاني احسن يكون اوضح. بصوا يا جماعه، اول حاجه احتمال كبير قوي يجيبوا لنا من الصور دي لانها جايه اصلا في الاسئله اللي في اخر السكشن، فنركز كويس، نركز شويه ونحاول نحفظ على قد ما نقدر واحنا بنذاكر دلوقتي. اول ما نشوف الصوره ديت مثلا اول حاجه نقول توكسوبلازما جوندياي تاكيزويت الجينس السبيشيس والستيج. المورفولوجي بتاعها او الفور كريتيريا اللي المفروض نعمل لهم منشن ان هي كريسنتريك ان شيب، هلاليه اهيت اهيت اهيت. تاني حاجة ان هي 2 × 6 مايكرون. وتالت حاجة فيها سنترال نيوكليوس اهيت واهي واهي. تمام، رابع حاجة ان هي عندها تبرد انتيريور اند، يعني الانتيريور اند بتاعتها بتكون يعني شبه الدبوس يعني تابرنج حادة، والبوستيريور اند بتكون بلانت يعني مش حادة، مش بتشك زي الانتيريور اند. تمام، يبقى تابرنج انتيريور اند وبلانت بوستيريور اند. يبقى نعيد تاني الفور كارتيريا بتوع التوكسوبلازما جوندياي تاكيزويتس. تمام، اول حاجة كريسنتريك، تاني حاجة 2 × 6 مايكرون، تالت حاجة سنترال نيوكليوس، رابع حاجة تابرد انتيريور اند وبلانت بوستيريور اند. تمام، نبدا نخش على الستيج اللي بعدها. هناخد التوكسوبلازما جوندياي تيشو سيست. التيشو سيست ده هو اللي بيبقى موجود جواه اصلا البراديزويت. فالصوره اللي هتجي لنا هو مش هيجي لنا البراديزويت كده لوحده، لا هو هيجي لنا عباره عن سيست، يعني تجميعه من البراديزويتس متحوطين بسيست موجودين في تيشو. فعشان كده اول ما نشوف الصوره احنا مش هنقول براديزويت، احنا هنقول توكسوبلازما جوندياي تيشو سيست. تمام، هي المفروض ان الحاله ديت ان هو بقى خلاص بقى البارازايت بدا يشوف له التيشو اللي عايز يعمل فيه باثوجينيز، يعني ان هو هيعمل الباثولوجي في التيشو دوت، فخلاص بيروح يترصف فيه على هيئه سيست. السيست دي تكون الكرونيك ستيج من الانفكشن، فبتكون الليتنت فورم وبتكون بتتمثل في وجود سلولي جروينج بروتوزوا. البروتوزوا اللي بتنمو ببطء ديت اسمها براديزويت. البراديزويت دي بتتجمع في كوليكشن وبتبقى enclosed by cyst، يبقى حواليها سيست كده. السيست دي بتكون 50 مايكرون يعني حجمها 50 مايكرون، وبتبقى حواليها سيست وول
السيستول ده اصلا بيبقى عباره عن عن فايبروزس حوالين السيست، يعني عشان يعني ما عارفين فايبروزس حوالين السيست جاي من الاميونيتي. و البارازايت بقى جوه السيست ده بيبقى عباره عن مالتيبل بيزوفيليك دوت لايك بارازايتس، يعني بتبقى عامله شبه نقط زرقاء، هي كل نقطه من النقط الزرقاء ديت هي البراديزويت، يعني براديزويت النقطه دي براديزويت تمام. فالنقط الزرقاء ديت بتبقى بنيجي نوصفها بنقول مالتيبل بيزوفيليك دوت لايك بارازايتس تمام. فهنشوف البردك المورفولوجي في صوره اوضح مترتبه، يعني في كلام مترتب اكتر. اول حاجه لما يجي لنا الصوره دي هنقول ايه؟ توكسوبلازما جوندياي تيشو سيست، تيشو سيست مش هنقول براديزويت، هنقول توكسوبلازما جوندياي تيشو سيست، لان احنا الحاله اللي قدامنا والليجن اللي قدامنا فيها تيشو، فيها في سيست وفي اكتر من براديزويت، فهنقول توكسوبلازما جوندياي تيشو سيست. هنقول ايه؟ موجود بريزنت اوف سلولي جروينج بروتوزوا كولد براديزويتس فورمينج، يعني انكلوزد ان سيست. وهنقول نخش بس على الكريتيريا الرابعه ديت عشان هي متعلقه بالاولى، شوينج مالتيبل بيزوفيليك دوت لايك بارازايتس، يعني سلولي جروينج بروتوزوا كولد براديزويتس انكلوزد ان سيست شوينج مالتيبل بيزوفيليك دوت لايك بارازايتس انكلوزد ان سيست. السيست بقى هنبدأ نوصف السيست. السيست السايز بتاعها 50 مايكرون ومتحوطة بسيست وول، والشيب بتاعها بيكون يا اما سفيريكال بيضاوية يا اما الونجيتد تمام. نعيد تاني المورفولوجي عشان نحفظ مع بعض، احنا عايزين احنا هدفنا دلوقتي نذاكر ونحفظ في نفس الوقت، او يعني غالبا احنا اصلا بنسمع الفيديو في ليله الامتحان، فهنحاول نركز مع بعض عشان نحفظ من غير ما نقعد نعيد كتير. اول حاجه اول ما نشوف الصوره هنقول ايه؟ توكسوبلازما جوندياي تيشو سيست، او هنقول فور كريتيريا. اول حاجه سلولي جروينج براديزويتس، هيبقى سلولي جروينج براديزويتس فورمينج مالتيبل بيزوفيليك دوت لايك بارازايتس، دي تاني كريتيريا. تالت كريتيريا انكلوزد ان سيست، ذا سيست از 50 مايكرون والسيست وول بتكون سفيريكال او لينجيتد. يبقى هنقول سلولي جروينج بروتوزوا كولد براديزويتس شوينج مالتيبل بيزوفيليك دوت لايك بارازايتس، يبقى 1 2 سيست انكلوزد ان سيست ذا سيست از 50 مايكرون ويز سيست وول، يبقى دي ويز سيست وول والسيست بتكون سفيريكال او لينجيتد على بعض. مثلا ممكن نقول ان هي مثلا ايز ذا سيست از 50 مايكرون ويز سيست وول، دي ثالث كريتيريا، وبتكون الشيب بتاعها سفيريكال او لينجيتد، ده رابع كريتيريا تمام. نخش على اللي بعدها، هناخد الستيج بتاعت الثالثه بتاعت التوكسوبلازما اللي هي الاوروسيست اللي بتبقى موجوده في الفيزز بتاعت القطط. اول حاجه هي بتكون الاوروسيست دي بتكون يعني اوفال وجواها 2 سبوروسيست، يعني كل اوروسيست بيبقى جواها 2 سبوروسيست، وكل سبوروسيست من اللي جوه الاوروسيست دول بيبقى جواها 4 سبوروزويتس. فيبقى العدد الكلي بتاع السبوروزويتس اللي موجودين في الاوروسيست كام؟ 8. والعدد الكلي بتاعت السبوروسيست مش السبوروزويتس، السبوروسيست في الاوسيست كام؟ 2. يبقى السبوروسيست اللي موجودين في الاوسيست 2 والسبوروزويتس اللي موجودين في الاوسيست 8. فنقول بقى المورفولوجي بتاعها، نبدا نقول اول حاجه بسم الله، اول حاجه اوفال دي اول كريتيريا، تاني حاجه ان هي 10 في 12 مايكرون، تالت حاجه كونتين 2 سبوروسيست اتش سبوروسيست كونتين 4 بروتوزوا، رابع حاجه فاوند ان ستول. نحدد مع بعض، اوفال 10 في 12 مايكرون كونتين 2 سبوروسيست اتش سبوروسيست كونتين اتش كونتين سبوروزويتس، رابع حاجه فاوند ان فيسس اوف كيتس او ستول اوف كيت تمام. رابع نخش بقى على البارازايت اللي بعدها، دي صوره بردك للاوسيست، ودي غالبا اللي هتيجي اصلا لان ديت رسمه مش صوره يعني هتيجي في الامتحان، فهتبقى صوره شبه دي او شبه اللي بعدها اللي جايه دي، شبه دي ودي كده يعني. فممكن يجيب لنا الصوره زي دي، وممكن يعني الدكتوره قالت مش قوي يعني، بس ممكن احتمال يعني يقول لنا ايه، يشاور لنا بردك بالاسهم دي، قلنا ان دي سبوريليتد اوسيست ودي ان سبوريليتد اوسيست. بس عامه حتى لو احنا قلنا مثلا سبوريليت او ان سبوريليتد، هنقول بردك كريتيريا منها. اول حاجه هنقول ان هي اوفال،
تاني حاجه احنا اصلا هنقول توكسوبلازما جوندياي سبوريليتد اوسيست. توكسوبلازما جوندياي سبوريليتد اوسيست او نقول توكسوبلازما جوندياي اوسيست وخلاص. فالمهم يعني ايه ما ننساش الجينس والسبيشيس والستيج والفور كريتيريا. اول حاجه اوفال, تاني حاجه ان هي 12 6 في 12 8 10 في 12 معلش 10 في 12 مايكرون. تالت حاجه ان هي كونتين 2 سبوروسيست ايتش كونتين 4 سبوروزويتس. رابع حاجه ان هي فاوند ان ستول اوف كيتس. تمام, هنخش بقى على السيكشوالي ترانسميتد بارازايتس. اول واحده فيهم هتكون التريكوموناس فيجينيليس. التريكوموناس فيجينيليس احنا خدناها اصلا في العملي, هي بتكون يعني بير شيبد. اول حاجه احنا الصوره دي اول ما نشوفها هنقول ايه تريكوموناس فيجينيليس تروفوزويد. واحنا عارفين اصلا من العمل من النظري, معلش انا قلت عملي, النظري احنا كنا واخدينها ان هي اصلا ما فيش في اللايف سايكل بتاعتها اي ستيج غير التروفوزويد, فنو سيست ستيج يعني ما فيش اي, مش هيجيب لنا اي حاجه للتريكوموناس فيجينيليس غير الصوره دي, ان هو مش الصوره دي نفسها بس ان هو الستيج الوحيده اللي فيها اصلا هي التروفوزويد. فهنقول التروفوزويد دوت بيكون بير شيبد و 20 مايكرون وي هاف سنجل نيوكليوس وال بيبقى عنده من 3 تو 5 انتيرير فلاجيلا وان اوف ذم يعني اند وان مارجنال ويز انديوليتنج ممبرين اللي هي ممبرين مكشكش كده الكشكشه, شايفين الكشكشه دي هي الانديوليتنج ممبرين. واهم حاجه نو سيست ستيج. نو سيست ستيج هنقول بقى مع بعض الكرايتيريا, نحاول نشوف كده الكرايتيريا ونحاول نحفظ مع بعض عشان نبقى فاكرين نقول ايه في الامتحان. بير شيبد شبه الكمثرى, تاني حاجه من 15 ل 20 مايكرون, تالت حاجه هاف سنجل نيوكليوس و بيبقى عنده من 3 ل 5 انتيرير فلاجيلا وان بتبقى مارجينال وبتعمل انديوليتنج ميمبرين وفي نو سيست ستيج يعني ما فيش اي سيست في اللايف سايكل بتاعته. نحفظ مع بعض يعني حاول كده ما تبصش على الفيديو او ما تبصش على الصوره وتراجع معايا في الكلام. هنقول اول ما نشوف الصوره هنقول ايه تريكوموناس فيجينيليس تروفوزويد. نقول هيقول لنا منشن كوز, هنقول اول حاجه بير شيبد 20 مايكرون هاف سنجل نيوكليوس, ورابع حاجه هنقول 3 تو 5 انتيرير فلاجيلا 1 بتبقى مارجينال ويز انديوليتنج ميمبرين. وممكن نقول بردك كريتيريا 5 نو سيست ستيج. نو سيست ستيج تمام. اللي بعده هنقول دي صوره برده, دي صوره تريكوموناس فيجينيليس عشان نبقى بردك عارفين. هنقول اول ما نشوفها هنقول ايه تريكوموناس فيجينيليس تروفوزويد. نقول بردك بير شيب 20 مايكرون هاف سنجل نيوكليوس من 3 ل 5 اتير فيجينيا و و و تمام. اي صور برده ليها, هي صورتها يعني واضحه ان هو يعني مميزه مش هنتلخبط فيها قوي مع الباقيين. تمام. نخش بقى على البرازيت اللي بعده, هو في ساركوبتس سكابيوي. ساركوبتس سكابيوي ده بيعمل مرض اسمه السكابس اللي هو الجرب. الجرب دوت بيبقى انفكشن للسكن وبيبقى سببه هو حشره اسمها الاتش مايت او اسمها ساركوبتس سكابيوي. تمام, ممكن نقول الاتش مايت او نقول الساركوبتس سكابيوي, بس يعني ايه يفضل نقول الساركوبتس سكابيوي لان الدكتوره اكدت ان لما نشوف اي صوره لازم نمنشن الجينس والسبيشيز. تمام, المورفولوجي بتاعها اول حاجه هي بتكون بيبقى عليها لايف سايكل بيبقى فيها ميل وفيميل دول الادلت, وبعد كده يحصل يعني يعملوا لارفا واللارفا تبقى نيمف والنيمف يكبر ويبقى ادلت وهكذا يعني. فنبدا بسم الله. اول حاجه بيقول لك ان الميل اصغر من الفيميل يعني بيكون هو 2 ملي بينما الفيميل بتكون 4 2 من 10 ملي بينما الفيميل بتكون 4 من 10 ملي. تمام, تاني حاجه ان الفيميل بقى يعني البادي على بعضه في الميل وفي الفيميل بقى بيكون اوفال وكونفكس دورسالي من فوق كده بيبقى كونفكس ومن تحت ومن فينترالي فلاتند وبيبقى عندها فوق كيوتيكل. الكيوتيكل اللي هو ده شايفين الكيوتيكل بيبقى ايه سترييتد وفي سيفرال هيرز. تمام, الماوس بارتس دي مش مهمه والدكتوره حتى ما ذكرتهاش حتى تشرح, بس دخلت على طول على الليجز عشان هي اللي بتفرق, هي اللي بتفرق ما بين الميل والفيميل واللارفا. فهنبدا الفيميل بيكون عندها 4 بيرز اوف ليجز يعني, وبرضك الميل بيبقى عنده 4 بيرز, بس اللي بيفرق ان الفيميل بيبقى عندها 2 انتيريور 2 بوستيريور
التو انتيرير دور بيبقى اخرهم بيبقى فيه بيل شيبد سكر، تمام. اما التو بوستيرير بيرز بيكون فيهم لونج بريستلز، هي دي اللي بتخلي بتفرق الميل عن الفيميل، لان دلوقتي الفيميل بيبقى فيها لونج بريستلز اهي اللي هو التو بوستيرير، التو بوستيرير بيرز بيبقى في اخرهم لونج بريستلز، على عكس الانتيرير بيرز بيبقى في اخرهم بيل شيب ذكر. لكن في الميل بقى بيبقى عنده البريستلز دي، معلش الليجز ديت بيبقى اخرها السكرز بدل البريستلز. وفي اللارفا بيبقى اصلا عندها 3 بيرز اوف ليجز مش 4 زي الادلت، وبيبقى عندها في واحده يعني 2 انتيرير بيبقوا اخرهم سكر يعني شيب، ولكن البوستيرير بيبقى اخرها يعني الوان بوستيرير بير بيبقى اخره البريستلز. الادلت بص الفيميل والميل والفيميل هنا الكلام هيوضح اكتر. بص مع الميل والفيميل الاثنين عندهم 4 بيرز اوف ليجز اهيت، تمام، 4 بيرز اوف ليجز ورا قدام. لكن الفيميل والميل اللي بيفرق ما بينهم ان الفيميل بيبقى عندها التو بيرز اللي ورا اللي هما دول بيبقى اخرهم كلهم بريستلز لونج بريستلز، لكن الميل بيبقى عنده 1 بير بس اللي هو ده، هو الوان بير بس هو اللي بيبقى اخره بريستلز، لكن البير التاني بيبقى اخره سكرز وبيل شيبد سكر برضك زي الانتيريور ليكس. اللارفا بقى بيبقى اخرها اصلا بيبقى عندها 3 بيرز اوف ليكس بس اهو، هو ده اهو، تمام. فصوره زي دي مثلا ايه يعني نحاول كده نجس دوت ميل ولا فيميل، يعني شوف السكر الليكس اللي ورا اهي باخرها ايه، شايفين اخرها بريستلز اهيت، يبقى دي ايه فيميل، تمام. هنقول بقى المورفولوجي بتاعها، اول حاجة السايز بتاعها بيكون 4 من 10 مليمتر. تاني حاجة البادي بيكون اوبال كونفكس دورسالي فلات فنترالي. تالت حاجة بيبقى الكيوتيكل بتاعها بيكون استرياتد وكاريز هير، كاريز سيفرال هيرز، تمام. عندنا بقى الليجز هنبدأ نوصفها، احنا قلنا دي اصلا في ميل، تمام، دي فيميل، فهنبدأ نوصف الليجز على وصف الفيميل. فيبقى عندها 4 بيرز اوف ليجز 2 انتيريور اند باي بيل شيبد سكرز و 2 بوستيريور اند باي لونج بريستلز، تمام. ممكن برضك الدكتورات ممكن يجيب الليجن دي اهي ويقول لنا ايه ده، ده هنقول السكابز، ومثلا الكوزيتيف اورجانيزم بتاعه او الكوزيتيف بارازايت هنقول ساركوبتس كابياي، ويطلب مننا الكرايتيريا بتاعته هنقول اوفال دورسالي كونفكس فنترالي فلاتند عنده الكيوتيكل هاف سيفرال هيرز استرياتد وهاف سيفرال هيرز. الليجز بقى نوصفها عند يعني ممكن نقول بس ايه هاف 4 بيرز اوف ليجز لو احنا مش عارفين ده ميل ولا فيميل، يعني الصوره مش واضحه مثلا زي كده، مع انه غالبا هيجيب لنا صوره مش صوره مرسومه انيميتد زي دي، هيجيب لنا صوره عادي تحت الميكروسكوب زي كده، تمام. اللايف سايكل بتاعتها مش مهمه، دي نظري اكتر بس هنقولها بسرعه. الانفكشن بيحصل عن طريق البريجننت فيميل، بتبدا تحفر في الجلد وتحط البيض بتاعها، بيحصل له هاتشنج، الهاتشنج ده بقى في ميلز وفيميلز بيبداوا يجرو، يحصل لهم جروينج ويطلعوا على السطح فوق بيتقابلوا، وبعد ما يحصل التزاوج الميل بيموت والبريجننت فيميل بتبدا بردك تعيد الدوره تاني وتعمل تانلز وهكذا، تمام. اللايف سايكل برضك مش مهمه، بصوا دي بردك شكلها هي التانلز بتعملها والاجز والميت يعني تايم. بص دي بردك ممكن تيجي اصلا في الاسئله اللي في الاخر هنشوفها دلوقتي. دي سكين بايوبسي للسكابس، لو فاكرين في النظري كنا بناخدها بنعمل سكرابنج للتانلز ونعملها ونحطها تحت الميكروسكوب ونشوفها. فدي سكين بايوبسي اول حاجه هنشوف يعني بتشوينج ايه بقى، بتورينا الميت اهيت موجوده في الابيديرمس في التانلز، هي ده عباره عن تانل بس احنا واخدين كات سكشن يعني ايه لونجيتيود ترانسفيرس، معلش ترانسفيرس في التانل، وكمان بيحصل في هايبر كريتوزيس حوالين التانلز ديت، وكمان في انفلاماتوري ريسبونس، شايفين النقط الزرقاء ديت دي انفلاميشن، تمام. يبقى نعيد مع بعض تاني، لو هو جاب لنا الصوره دي هنقول ايه، دي سكيم بايوبسي اوف سكيبز شوينج ايه بقى، فيها المايت ان تانلز، هي مايت ان ابيديرمس بريزنت ان تانلز. تاني حاجه في هايبر كيراتوزيس اهوت، في كيراتين كتير هنا فوق اهو. تالت حاجه في انفلاماتوري ريسبونس، النقط الزرقاء كتير اهي دي انفلاماتوري ريسبونس، تمام.
وكمان برضك الدكتور قالت ممكن يجيب صوره زي دي يورينا الوينجد، يعني الحتت الرقيقه اللي ما بين الصوابع ديت هي اكتر حته اصلا معرضه للسكابيز، فهنقول دي الانفكشن اوف سكابيز، ونقول بقى الكوزيتيف في اورجانيزم وهكذا وهكذا. يعني رابع حاجة معانا والأخيرة هي السيرس بيوبس أو السيرس بيوبس أو البيوبيك لاوز أو الكراب لاوز. المورفولوجي بتاعه بيكون 2 مليمتر تيرتل شيبد ويز ريكتانجلر هيد. الأبدومين بتاعه بيكون indistinctly segmented وي هاف prominent processes. ده بيديله كراب لايك أبيرنس. بيبقى عنده ليجز وي هيفي كلوز. معلش يا جماعة في النظر أنا ما كنتش شرحته، معلش حابة أنوه إن أنا كنت قلت إن هو عنده 6 pairs of legs، لكن هو عنده 6 legs يعني 3 pairs of legs. 3 pairs of legs، عنده 6 legs بس عنده 3 pairs of legs with heavy claws، يعني heavy claws. The female، حبيت انوه بس عشان غلطت ساعتها في النظري، معلش. هنبدا بقى نشوف ايه الفرق ما بين الميل والفيميل. ده كله كان هو ده في الميل والفيميل، لكن اللي جاي ده بقى هنفرق ما بين الميل والفيميل. الفيميل عندها نوتشيد اند، لكن الميل عنده ستريت اند. الفيميل عندها 4 pairs of lateral processes، اهيت 4 و4 اهمت 4 pairs of lateral processes، لكن الميل عنده 2 pairs of lateral processes اهمت. ده اللي بيفرق ما بين الميل والفيميل. خلينا عم نشوف بقى الصور اللي هتجيلنا بجد، دي صور مرسومه بس للتوضيح، لكن الصور الجايه هي اللي هتجيلنا في الامتحان لو جه. يعني اول حاجه هنشوف، اول ما نشوف دوت الصوره دي هنقول ايه سيرس بيوبس ادلت، ونشوف ده في ميل ولا فيميل. اول حاجه عشان بس نخلص الانديفيكيشن، الفيميل نوتشيد اند يبقى نقول فيميل، الميل ستريت اند يبقى نقول ميل. تمام، نقول بقى المورفولوجي بتاعه turtle shaped with rectangular head segmented abdomen with prominent processes crab like appearance legs with heavy claws اهيت. عنده كمان الفيميل لو ميل هنقول straight end with two pairs of lateral processes، لو فيميل هنقول notched end with four pairs of lateral processes. تمام، نخش بقى على دي اسئله اتسالت في اخر السكشن، ركز عشان الدكتوره قالت يعني ممكن احتمال هجيبه من الاسئله اللي جايه دي. تمام، فنخلي بالنا. اول حاجه دي صوره ايه، هل يعني نفتكر كده حاجه بتتقسم بسرعه؟ تاكيزويتس. يبقى ايه دي؟ توكسوبلازما، توكسوبلازما جوندياي تاكيزويتس. نقول المورفولوجي بتاعها كريسنتريك وسنترال نيوكليوس. عنده تبرد انتيرير اند وبلانت بوستيرير اند ويز كمان ايه برضه بس خلاص يعني 20 مايكرون تقريبا. تم، نخش على اللي بعده. اول حاجه ده ايه، في تيشو اهوت، في تيشو وشايفين خلايا مختلفه وحاجات من دي، وفي كوره. يبقى ده ايه؟ توكسوبلازما جوندياي تيشو سيست. توكسوبلازما جوندياي تيشو سيست، هنقول بقى نوصفه، نقول ايه slowly growing protozoa forming اسمه called bradyzoites showing multiple basophilic dot likes parasites enclosed in cyst. The cyst is 15 micron with the cyst wall spherical او elongated. تمام، elongated. نخش على بعده. دوت ايه؟ ده الاوسيست. ده هيبقى اسمها ايه؟ توكسوبلازما جوندياي اوسيست. او شاور لنا مثلا على دي، هنقول توكسوبلازما جوندياي سبيريليتد اوسيست. المورفولوجي بتاعه هيكون ايه؟ اوفال كونتين تو سبوروسيست، تو سبوروسيست اتش سبوروسيست كونتين فور سبوروزويتس فاوند ان كات فيزيس. تمام، اللي بعده دوت ايه؟ ده الحاجه اللي هو اصلا موجود ستيج واحده بس في اللايف سايكل بتاعتها، زي ما شاطرين تراكومونس فاجينالس تروفوزويت. تراكومونس فاجينالس تروفوزويت. المورفولوجي بير شيبد سنجل نيوكليوس 3 تو 5 انتيرور فلاجيلا 1 مارجنال ويز اندوليتنج ممبرين وي نو سيست ستيج. ايه ده؟ ساركوبتس سكابيوي ادلت، عرفنا ان هو ادلت عشان عنده 4 بيرز اوف ليجز. ادلت فيميل عشان هو عنده 2 بيرز اوف لونج بريستلز. نوصف المورفولوجي بتاعه، هنقول اوفال دورسالي كونفكس تو فينترالي فلاتند وعنده الكيوتيكل از سترايتد اند هاف سيفرال هيرز. كده احنا قلنا ثلاثه مورفولوجي. الرابعه عنده 4 بيرز اوف ليكس، عنده 4 بيرز اوف ليكس ذا انتيريور وانز. هي احنا قلنا احنا بنوصف دلوقتي فيميل. ذا انتيريور هاف اند ويز بيل شيبد ساكرت ذا بوستيريور اند ويز لونج بريستلز. خلاص خلصنا السيركوبتس سكابيوي.
الصوره دي مهمه، ويا جماعه نحفظ كويس عشان لازم نبقى حافظين على الاقل 4 كريتيريا مهمين لكل ستيج هنشوفها. تمام. دوت ايه ده؟ بايوبسي، سكين بايوبسي للسكيبس. تمام. ده سكين بايوبسي اوف سكيبس، هيقول لنا شوينج ايه او الكريتيريا اللي موجوده. يعني هنقول اول حاجه ان المايت موجوده اهيا، ذا مايت از ان ا تانل ان ابيديرمس. تمام. ده الابيديرمس السكين. هنقول ان في انفلاماتوري رياكشن، اهي النقط الزرقاء ديت دي انفلاماتوري سيلز، وفي هايبر كيراتوزيس، يبقى دي ثلاثه مورفولوجي ليها اهو. تمام. دوت ايه؟ سايروس بيوبس ادلت، ميل ولا فيميل؟ ميل، عنده ستريت اند، ستريت مارجن. تمام. دوت هنقول سايروس بيوبس ادلت ميل، الوصف بتاعه هنقول تيرتل شيب وذ ريكتانجلر هيد اند ذا ابدومن. احنا قلنا كده اول كريتيريا. تاني كريتيريا، ذا ابدومن از ديستينكتلي سترييتد وذ بروميننت بروسيسز جيف هيم كراب لايك ابييرنس. دي تاني كريتيريا. تالت كريتيريا، هاف 3 بيرز اوف ليجز اند وذ هيفي كلوز. دي تالت كريتيريا. رابع كريتيريا هنقول ان ده فيميل، ده ميل، فيكون with straight end and two pairs of lateral processes. خلاص.